الحكايه بدات في 2011 واسسنا اول فرع لينا في الزقازيق، وبفضل الله ورضا عملائنا قدرنا ناسس اكتر من فرع لينا في الجمهوريه، وبقت اتهم من رواد معارض الادوات المنزليه في مصر. احسن حاجه في اتهم الجديه العشوائيه والغلط ما لهمش مكان، بنختار الناس اللي معانا بمعايير دقيقه جدا، عشان كده احنا وصلنا للمكانه اللي احنا فيها. فريق عمل اتهم يعتبر فريق كويس جدا مع بعضه، بنحب بعضنا في الشغل جدا، بنحاول نوصل للزبون العميل حاجه كويسه. انك تلاقي مكان بيوفر لك الراحه، انك تلاقي مكان بيقدر مجهودك، انك تلاقي مكان بيحسسك ان انت صاحب مكان مش موجود غير في اتهم. عشان كده احنا حابين نبذل مجهود، بنبذل كل مجهودنا وكل طاقتنا ان المكان بتاعنا يكبر. فخر لاي حد ان هو يكون جزء من كيان كبير زي اتهم، فخر لي انا شخصيا ان انا اكون جزء من ستاف متميز جدا بيعكس صوره اتهم بصوره كويسه جدا. اتهم ساعدني كتير، كسبت من خلاله خبره كتير كويسه هتساعدني ان شاء الله قدام في حياتي اللي قدام، وان شاء الله من نجاح لنجاح. انا قائد سرب اتهم، بنوصل لحضراتكم ان احنا عايزين نوفر كل حاجه للعميل، والحمد لله احنا وصلنا لمكانه كويسه جدا بتوفير جميع المنتجات جميع الموديلات زي ما حضراتكم شايفين كده. بنحاول ان احنا نوفر كل حاجه للعميل بحيث ان هو ما يتعبش يلاقي كل حاجه عندنا، والحمد لله احنا وصلنا لمكانه كويسه جدا. اتهم ده مكاننا، اتهم ده بيتنا، دي حيلتنا، وخمس سنين ولسه مكملين. اتهم مميزه لان اللي انا عايزاه ايا كان ايه هو، بامكانيات عاليه وبسعر مناسب جدا، ده كان حاجه صعب ان انا الاقيها في اي مكان، علشان كده انا بعتبر نفسي من اهم عملاء اتهم. انا اللي بيشدني في اتهم منتجاتهم وذوقهم في اختيار منتجاتهم، كل حاجاتهم جميله جدا وممتازه وبيرفكت، بجد بكون محتاره اختار ايه ولا ايه ولا ايه، عشان كده انا كل حاجتي من اتهم. انا اكتر حاجه كمان بتعجبني ان انا اشتريت منتج من هنا قبل كده وجيت ما عجبنيش في مروحه البيت، وجيت جربت ارجعه وما قالوليش اي حاجه خالص، ووافقوا بكل سهوله ووافقوا ان هم يرجعوا المنتج، وفعلا خلال 3 ايام وافقوا ان هم يرجعوه. عرفت كمان ان ممكن 15 يوم ممكن ابدل المنتج، ودي اكتر حاجه بتعجبني في اتهم. دورت كتير ولفيت اكتر واخيرا لقيت اتهم في كل حاجه انا محتاجاها، مكان مجمع فيه كل البراندات العالميه المختلفه. حقيقه انا فخور ان انا بتعامل مع اتهم. معيار نجاحنا هو رضا عملائنا، رضا عملائنا مش ساعه لما يشتري المنتج، لا ده احنا عايزينه كمان لسنين قدام. نقدر نوفره له ازاي؟ من خلال ان احنا نجيب له احدث واجود المنتجات العالميه والماركات الاوروبيه.